حبيبه، عايزه اسالك على تجربه انعكتس. انت باشمهندسه مش كده؟ بداتي من امتى في انعكتس عين شمس؟ انا اول ما دخلت الكليه يعني في اعدادي هندسه كنت كان الريكروتمنت اللي هم بيدخلوا ممبرز جداد كانوا موجودين في الكليه اللي هم بيعرفونا ايه هي انعكتس ويعني ان انا اشتغل في مشاريع وان انا اصلا اطلع بفكره مشروع جديد واعمله من A to Z وافكر في الماركتنج بتاعه وافكر في البلاننج وكل الكلام ده. فساعتها من اول سنه ليا في الكليه قدمت فيها وقعدت اول سنه. كانت الرول بتاعي يعني ان احنا في المشاريع بنبقى محتاجين ماتيريالز وحاجات، فانا كنت في اللوجيستكس اللي هو مسؤوله عن الماتيريالز بتاعه المشروع بتاعي وكده. بعدين حبيت المكان وحبيت ان كلنا يعني ورا هدف واحد واللي هو كلنا في الناشونال كومبيتيشن في الاخر. مين بيدربكم؟ مين مسؤول عن التدريب؟ بيبقى الناس قبلينا اللي هو البورد اللي هم بقى لهم سنه قبلينا، فهو اكن هي الاكسبيرينس بتتنزل من حد اللي تحتيه. والهاي بورد اصلا بيبقى فيه بقى زي تي او تي من الاوفيس نفسه، من اوفيس انعكتس اول السنه اللي هو بيعرفنا ازاي نطلع بايدياز للمشاريع، ازاي نعمل برزنتيشن حلوه، ازاي ناخد سكيلز في الميديا والحاجات دي. يعني ده عمل تنظيمي كامل بالظبط. اللي مش بيطلع في النهايه، اللي مش بيتقبل في فريق انعكتس عين شمس بيبقى بيزعل منكم قوي يعني صراحه. في ناس يعني بس بنحاول دايما ان احنا نساعدهم، نديهم فيدباك مثلا على الانترفيو اللي دخلوه كده، وحاولوا السنه الجايه مثلا يقدموا بطريقه احسن من كده او ده بروفيشنال بقى، يشتغلوا على نفسهم بروفيشنال يعني يدي فيدباك، يطوروا من نفسهم. ليه ما قدرتش اتعامل معاه؟